السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم صغاري الأعزاء، أرجو أن تكونوا بأحسن حال وبصحة جيدة. ألتقي بكم اليوم في درس جديد من دروس الرياضيات، ألا وهو الطرح ضمن العدد 10. اجلسوا في مكان هادئ بعيداً عن الضوضاء وركزوا معي حتى تعم الفائدة ونحقق أهدافنا. هيا لنبدأ. عكا مدينة فلسطينية تطل على البحر الأبيض المتوسط، ولشدة جمالها سميت بعروس البحر، وتمتاز بأسوارها العالية التي قهرت الغزاة المعتدين، ولذلك قرر خالد الذهاب لزيارتها برفقة أبيه، ولأنه من هواة تربية أسماك الزينة اشترى مجموعة منها من هناك. وعند عودته زاره صديقه أحمد، فشاهد حوضاً جميلاً به أسماك غاية في الجمال. قال أحمد: من أين أتيت بهذه الأسماك يا خالد؟ قال خالد: اشتريتها عندما ذهبت مع أبي في رحلة إلى عكا. أعزائي الطلبة، لاحظوا الصورة جيداً، كم عدد الأسماك الصفراء في الحوض؟ هيا عدوا معي: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. أحسنتم، إنها 8 سمكات. وما عدد الأسماك الحمراء؟ 1، 2، 3، 4، 5. أحسنتم، هي 5 سمكات. فكروا معي قليلاً، كم يزيد عدد الأسماك الصفراء عن الحمراء؟ سوف نقوم بشطب عدد السمكات الحمراء من السمكات الصفراء ونرى كم تبقى معنا. نشطب: 1، 2، 3، 4، 5. انظروا أصدقائي كم بقي لدينا من الأسماك الصفراء. رائع، تبقى لدينا 3 سمكات فقط. لقد قمنا بطرح العدد 5 من العدد 8، وكان الناتج 3، ونكتبها هكذا: 8 ناقص 5 يساوي 3. والآن هيا للتدريب التالي. أجد ناتج الطرح: 7 ناقص 3 يساوي. كم عدد النحلات في المجموعة الأولى؟ هذا صحيح، إنها 7 نحلات. إذا طرحنا منها 3 نحلات، كم يتبقى منها؟ 1، 2، 3، 4. نعم، هذا رائع، يتبقى 4 نحلات. هيا نكتب في المربع العدد 4. نقرأ معا: 7 ناقص 3 يساوي 4. والآن هيا عزيزي الطالب مع هذا التدريب، والذي يقول: أكتب عددا مناسبا داخل المربع. 8 ناقص 3 يساوي. فكر عزيزي ثم أجب. ضع 8 أصابع على يدك، أنزل منها 3 أصابع، كم بقي معك؟ رائع، 5، وهو الناتج، أكتبه في المربع. 5 ناقص فراغ يساوي 5. فكر قليلاً، كم أطرح من 5 حتى تبقى كما هي؟ أنت ولد ذكي، أطرح منها 0. هيا نكتبه في المربع. فراغ ناقص 4 يساوي 5. كيف تحل هذه المسألة؟ تذكر معي أن عملية الطرح هي عملية عكسية لعملية الجمع. إذن سوف أقوم بجمع 4 مع 5، ويكون الناتج 9. أحسنت، هيا نكتبه في المربع. 10 ناقص
فراغ يساوي 6. لحل هذه المسألة سوف نقوم بطرح 6 من العشرة مباشرة ليصبح الناتج 4 لنكتبه في الفراغ. إذن عندما يكون المربع الناقص في الوسط أطرح مباشرة، وإذا كان المربع الناقص في الأول أجمع مباشرة. إذا كان حلك مثلي فصفق لنفسك، فأنت مبدع. الآن سوف نكتب جملة الطرح الممثلة بالرسم. انظر لعناصر هذه المجموعة. كم العدد الكلي للبالونات؟ هذا صحيح، إنها 10 بالونات. كم عدد البالونات المشطوبة؟ جيد، شطبت منها 5 بالونات. كم تبقى منها؟ كم أنت رائع، بقي منها 5 بالونات. هيا نكتب جملة الطرح. 10 ناقص 5 يساوي 5. صفق لنفسك، فأنت تستحق ذلك. والآن نطرح على خط الأعداد. سارت نملة على خط الأعداد 10 خطوات للأمام، ثم سارت للخلف 7 خطوات. ما العدد المطروح منه؟ ممتاز، 10. ما العدد المطروح؟ رائع، إنه 7. ما هو باقي الطرح؟ أحسنتم، 3. هيا نكتب جملة الطرح التي تمثل حركة النملة على خط الأعداد. 10 ناقص 7 يساوي 3. أحسنتم. وأخيرا استمع لهذه المسألة. استخدمت سعاد 6 بيضات لعمل كعكة، وكان في ثلاجتها 10 بيضات. كم بيضة بقي في الثلاجة؟ فكر. كم كان العدد الكلي للبيض؟ جيد، 10 بيضات. وكم استخدمت سعاد؟ رائع، 6. إذن الحل كالتالي: 10 ناقص 6 يساوي 4 بيضات. وفي الختام طلابي الأعزاء، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة. تدربوا جيداً على الطرح ضمن العدد 10، وقوموا بحل أسئلة مشابهة. أترككم في أمان الله وحفظه، وشكراً على متابعتكم. إلى اللقاء.